طيب هنروح للكره الطائره رجال. امبارح تابعنا على شاشه قناه النادي الاهلي مباراه الاهلي ومصر البترول، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي في دوري الكره الطائره رجال طبعا بنتيجه 3-0. الاصوات خلصت كالاتي: 25-17، 25-15، و25-10. طيب احنا موقفنا، احنا اول مجموعتنا برصيد 21 نقطه، كسبنا كل ماتشاتنا منها الرايح والجاي ومنها رايح بس. زي مين كسبنا؟ بنها رايح جاي، كسبنا مصر البترول رايح جاي، كسبنا الترسانه اسكندريه البترول وبتروجيت رايح بس. فاضل ان احنا العوده ان شاء الله مع المباريات دي هنتصدر المجموعه، ويتاهل ثلاث فرق من هذه المجموعه الى الدور اللي بعد كده، وثلاث فرق من المجموعه الاخرى، وهنطلع نلاعب الثلاث فرق الثانيه. اللي هيتاهل من مجموعتنا تقريبا احنا وبتروجيت والترسانه. والحقيقه الترسانه السنه دي عامله مفاجاه، عامله موسم كويس وفازت على بتروجيت في المجموعه. ماتشنا اللي جاي مع بتروجيت ان شاء الله ماتش مهم يوم الثلاث اللي جاي، هيكون بره. كنا نزلنا لحضراتكم ماتش بتروجيت وعملنا استوديو تحليلي، كان من حوالي اسبوع 10 ايام، وكان المباراه الذهاب كانت في صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وفزنا فيها 3-0. ماتش بتروجيت برضو ماتش يعني قوي، ولكن كابتن محمد مصلحي كل اللي بيفكر فيه دلوقتي هو الروتيشن، واكبر دليل انه شارك ابراهيم عصران الليبرو الحقيقه فتره طويله مباراه مصر البترول وادى اداء كويس. كابتن محمد مصلحي هو شغله الشاغل هو تجهيز اكبر عدد من اللاعبين عشان لما يخش في الجد ما يبقاش عنده اصابات ويبقى اللعيبه كلها جاهزه، اللي ينزل يأدي. وده الحقيقه التارجت من الفتره دي، التارجت هو الحفاظ على اللاعبين وتجهيز اكبر عدد من اللاعبين. كل ما هنطلع يعني درجه اعلى او المنافسات تشتد هتلاقي الامور بتختلف والهدف بيختلف. النهارده الهدف هو تجهيز الفرقه والسكواد، الهدف اللي بعد كده بقى المكسب، وده وضع طبيعي جدا جدا. طيب فرقتنا بتضم 2 اجانب للمحترفين في مركز الضريب، وطبعا الصور اهي من المباراه والليبرو الاثنين، ويمكن النادي الاهلي كان جريء شويه وكابتن محمد مصلح ميدو انه يجيب المحترف الثاني في مركز الليبرو عشان يعلي الاستقبال بتاع الفرقه في ظل ان الخصم او النادي المنافس يعني بيجيب لعيبه يعني ضريبه كويسه بعد نهايه الموسم عشان يحسم المباريات. ولكن ان شاء الله احنا الثقه عند فرقتنا، دوري وكاس وبطوله افريقيا. بمناسبه بطوله افريقيا للرجال والسيدات هتستضيفها مصر في شهر مايو القادم، ونجح الاتحاد المصري ان ياخدها، ولكن مين اللي هينظمها ما نعرفش. هل النادي الاهلي؟ هل الانديه اللي هتشارك ممكن النادي يتقدم بطلب استضافتها؟ هل الاتحاد المصري هو اللي هينظمها؟ لم يعلم فقط غير ان مصر ستستضيف البطوله في شهر مايو القادم. والحقيقه تبقى بطوله قويه، لان دائما ابدا البطولات في مصر طبعا بيتسابق الاشقاء العرب ان يكونوا متواجدين، والافارقه يكونوا متواجدين على ارض مصر، لانهم عندهم ثقه في التنظيم وثقه في حسن الاستقبال والمعيشه والتنقلات وكل شيء. فالحقيقه بيبقى فيها اقبال من المشاركه الخارجيه بالاضافه لمشاركه كمان داخليه لفرقتين او ثلاثه، ده بيبقى طبيعي جدا في البطولات اللي بتبقى في مصر، فهتبقى بطوله صعبه. النادي الاهلي وحامل لقب بطوله افريقيا الماضيه، نتمنى الحفاظ عليها ان شاء الله ويضيف اليها او يعود مره اخرى بالدوري والكاس البطوله المفضله لدينا.